كاين غنقول حاجه كنكون مقتنع بها نقولها ونقولها انا ما عنديش مشكل فيها ولكن كنكون صادق انا ما غاديش نقول نضرب الاساس حاجه شخصيه ما يخصها نحيدو ونفرحوا بالشعب ونكونوا بالشعب لان لا يهور الكاس المتازيق يا بنات المزيد. حضرنا اليوم كمجتمع مدني تلبية النداء اللي تنشر واحد لقاء تواصلي مع واحد مكتب ديال الدراسات وعطينا المعطيات ديالنا وحتى هما قنعونا بداك الشيء اللي داروا انهم داروا واحد العمل في المستوى انهم داروا في الدواوير وخذوا الاراء ديال النساء اللي كيهمهم الامر بالدرجه الاولى لحقاش هما اللي مستقرين في هذه المنطقه وحنا بالدور ديالنا عطينا دي سؤال للرئيس سي بوجمعك نسي مشكور وعطانا شي اجوبه شافيه اللي شي اجوبه اللي كنا حنا في مثلا في مواقع التواصل كنا كنطرحوها ما نقناش الجواب اليوم جينا خدينا الجواب بالنسبه مثلا للسوق الجديد خدينا انه الجواب انه السوق ما تحيدش السوق باقي في حد ذاته ولكن في انتظار انه تكون الميزان ديال الوجده وعطانا واحد الفكره على ورقادي الصندر انه هما غاديين انه ورقادي الصندر يتصلح ويكون في المستوى ديال التطلعات ديال السكنه ديال اي تونسي وهذاك الشيء اللي بغينا حنا كنبغيو نجيو حيت ورقادي مثلا في الدخله ديال اي تونسي كنلقاو ورقادي حنا بغينا ورقادي يكون في المستوى يعني بالمرافق ديالو كلها مرافق كلها التجاريه والخدمات اللي يكون فيها في انتظار دائما اقولها في تفعيل السوق الجديد لحقاش السوق الجديد هو مطلب جميع السكان ديال ايتموسي بالنسبه مثلا السنوات السابقه هو الرئيس السابق صراحه باش ما نكونوا اللي كاين الرئيس السابق كيقول لكم انا المكتب ديالي مفتوح باب الجامعه مفتوح اللي بغى شي حاجه يجي عندي تحدث عن لقاء التواصل عكس لا اللقاء التواصلي دابا كاينه دابا انا حضرت اللقاء الاول هو هذا داروا لقاءات اخرى ما كنتش لكن اول لقاء حضرته والرئيس السي بوجمعك كنت مشكور حاضر معنا في وسائل التواصل الاجتماعي هذا معطى ايجابي بدا بالنسبه مثلا راه السن كيحكم راه السي بوجمعك راه شاب ومثقف واعي راه السن توا كيحكم راه ما يمكنش لي انا نجيب واحد الانسان مثلا حنا ما كنخصوش الناس ولكن السن ديالو توا كيحكم صح كيحكم السن ديالو ونتمنوا ليه التوفيق ان شاء الله ونتمنوا هذا الطموح ديالو يتنجح على ارض الواقع نتمنوا ما نلقاش العراقيل واخا هو قال لك كيقول لك عنده العراقيل نتمنوا ما يكونش عنده توا الاشباح والتماسيح.